لقد تنافست في هذه الانتخابات مع شركاء لا خصوم، سعينا جميعا إلى أن نحقق لمصر ديمقراطية تعطشت إليها. اختلفت رؤانا، تعددت مناهجنا، تلك هي طبيعة الديمقراطية. كلنا تقدمنا للشعب، وقد اختار الشعب من يرى أنه سيحقق له ما يريد، ولم تزل لكلمة هذا الشعب العظيم بقية. سوف نعرفها جميعا في نهاية الجولة الثانية من السباق الديمقراطي، حين يختار الشعب رئيسه الجديد، رئيس الجمهورية الجديدة. يعتقد البعض أن علينا الآن أن نعقد صفقات انتخابية وأن نبني التحالفات السياسية لكي نحقق الفوز في هذه الانتخابات. كما قلت وأنا أمد يدي لكل المصريين، أقبل الحوار مع كل السياسيين من كل التيارات. في نفس الوقت أصر على التحالف مع الشعب، وأدعوكم جميعا لأن نعقد الصفقات مع الناس. لا نسعى لحكم من أجل سلطة، ولكن من أجل أن نخدم الناس. لا نسعى إلى رئاسة من أجل مكانة، ولكن لكي نقود مصر إلى عهد جديد. وأثق في الله تماما، وأثق في شخصي وفي نفسي، أنني سوف أقوم بتلك المهمة على أحسن ما يكون إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى لي المسؤولية. تمنياتي بالتوفيق إن شاء الله إلى الأحسن بإذن الله. يا ريت كان المنطوق يقول حنتكاتف أو يعني حجمع كل الناس أو حيجتمع كل الناس، مش شغلش لازم قوي يعني يقول عشان يبقى ضد حضرتي ولا ضد بتاع. عايزين يعني في هذه المرحلة الجديدة نتوقف بقى عن التوجهات الشخصية دي، ونقول ان احنا كلنا في بلد واحد، والعملية انحصرت جدا دلوقتي، بقت شخص من شخصين. لا اعتقد ابدا انها في اي مدعاة للمعاداة ولا اي مدعاة يعني للتراشق بالكلمات. امد يدي تماما لكل واحد في هذه الدولة، واعتقد ان انا دي كلها ايام، دي كلها اسبوعين ثلاثة. اعتقد احنا في حل من ان احنا القلوب يبقى فيها اي نوع من الغضاضة. ما تم قبل كده كان تقاليد، اعراف في العالم كله، مشاحنات بتدور فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في الدنيا كلها. اعتقد ان احنا وصلنا مرحلة تقتضي منا ان احنا نكون قلوبنا اكثر انفتاحا، ويعني اكثر بساطة في التعامل ما بيننا وبين بعض. ده كان جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقده الفريق احمد شفيق النهارده صباحا. لكن على الجانب الاخر اخيرا تكلم ايضا الدكتور مرسي للجزيره، طبعا اساسا دي يعني المحطه الوطنيه، فيعني لا، وكان في مؤتمر صحفي على ما اعتقد كمان. طيب ما اعرفش هل كان لمؤتمر صحفي ولا هذه الاخبار نقلت عن الجزيره. طيب بيقول سوف نتفق على اليات اداره الموقف، مشروع النهضة مشروع مش نهائي، يمكن أن يضم إليه مشاريع أخرى. خلال أيام سنعلن عليكم نتيجة المناقشات التي قمنا بها. لن يكون هناك رئيس، بل ستكون هناك مؤسسة رئاسة، وبأنه بيتم بالفعل بحث يعني موضوع المؤسسة الرئاسية أو المجلس الرئاسي المكون من 3 مستشارين و3 مساعدين ونائبين. وطبعا المهم في هذه القضية هي الصلاحيات، يعني الصلاحيات، مش مجلس رئاسي فقط يكون زي المجلس الاستشاري، ولكن هل هيكون في صلاحيات ولا لا. وبعد انتخابي رئيسا هستقيل من حزب الحرية والعدالة الذي أرأسه الآن. طيب نسمع رأي حد ممن لم يحضروا هذا الاجتماع، الأستاذ أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد، هل دعيتم إلى هذا الاجتماع ولا لم تدعوا؟ نعم دعينا إلى الاجتماع. ليه ما رحتوش يا فندم؟ أولا أنا كنت خارج البلاد، لكن لم أطلب من أي حد، أن يعني خدنا القرار أن احنا ما نروحش الاجتماع ده، أو ما حدش يمثل حزب المصريين الأحرار في هذا الاجتماع، لأن الدعوة لم تكن واضحة، واضحة الأسباب الحقيقة. وأنا برفض إن احنا نجتمع فقط، يعني كان الكلام اللي سمعته إن هو لم الشمس
انما يعني ان احنا انا برفض الحقيقه فكره ان احنا نجتمع للم الشمل حينما توجد مصلحه فصيل سياسي معين على المحك فنتحدث عن لم الشمل، حين اننا لم نتحدث عنه في خلال الست شهور اللي فاتت خالص، واحنا كلنا عارفين هذا الكلام، وكانت النغمه السائده في الست شهور اللي فاتوا في البرلمان وفي الحياه السياسيه المصريه هي الاغلبيه والاقليه. وارفض كذلك كمان ان احنا نتمحك في الثوره ساعه الازمات فقط، فاما ثوره او لا ثوره. ده معناه ان موقف المصريين الاحرار من الاثنين مرشحين ايه يا فندم؟ لا، لو حضرتك عايزه تعرفي موقف المصريين الاحرار من الاثنين مرشحين، هو طبعا موقف المصريين الاحرار من الدكتور محمد مرسي وله كل التقدير. الحقيقه يعني انا عايز اعرف النهارده الاجتماع ده اتعمل ليه وعلشان نتفق على ايه؟ طب ما احنا حاولنا نقعد معاهم قبل كده، وانا سمعت مداخلات حضرتك مع الدكتور ايمن نور والشروط اللي حطها والمفاوضات اللي عملها، وانا اعتقد ان كل الكلام ده يعني لا يرقى الى اللحظه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، لان كلنا عارفين ان مفيش اتفاقيات بتحترم. وبيتهيألي في تعليق حضرتك انا كنت بتفرج على البرنامج، انا بحترم كلامك جدا، لان مفيش اي اتفاقيات بتحترم. في ناس بتنزل تنتخب رئيس جمهوريه، ورئيس الجمهوريه ده بيبقى عارف ان هو انتخب من قبل ناس معينه ولازم يمثلهم. فاذا كنا جايين النهارده وفاكرين ان احنا هنطلب من الدكتور مرسي ان هو يحط نائب يمين ونائب شمال وان هم يعملوا الدستور في نفس التوقيت اللي كان الدكتور ايمن نور بيطلب منه ان الجمعيه التاسيسيه تتعمل باسلوب معين، كان اللجنه التشريعيه بتعمل قصه غريبه جدا لم نتفق عليها، وقامت اليوم باعداد مشروع قانون للضوابط والمعايير للجنه التاسيسيه. فهل هذا يعقل؟ يبقى انا هقعد اتكلم على ايه يا فندم النهارده؟ ما هو ده دليل واضح ان اي اتفاق لن يحترم. ثم ان احنا كنا احترمنا ايه من اول كلام الاخوان المسلمين، مع كل احترامي ليهم وكل صداقتي ليهم، ما قالوا هنترشح على 20% و25% من مقاعد البرلمان، ما قالوا بعد كده ان احنا مش هننزل رئاسه الجمهوريه ولا عايزين الحكومه، ما قالوا بعد كده ان احنا غيرنا راينا علشان خاطر المواقف السياسيه اتغيرت. طب ما المواقف السياسيه هتتغير لما يبقى رئيس جمهوريه. يعني ما في حاجات كتير قوي لازم نحطها في الاعتبار قبل ما نفكر يعني احنا عايزين ايه بالظبط. اما الفريق احمد شفيق، فطبعا وجود الفريق شفيق في السباق ليس معناه ابدا ان احنا نساند مرشح الاخوان، وليس معناه مسانده شفيق في حد ذاتها، ولكن اللي الناس مش واخده بالها منه انه في حل ثالث. يعني اذا كنت انا النهارده انا بحترم كل من انتخب احمد شفيق، وبحترم كل من انتخب محمد مرسي، وبحترم كل من انتخب اصلا في هذه الانتخابات، انما طبعا في حل ثالث. الحل الثالث ده هو خلق جبهه قويه تعمل على الارض فعلا، مؤمنه بالثوره واهدافها وتحقيق الحلم المصري في وجود ديمقراطيه حقيقيه. حمايه الثوره ستاتي بالعمل على الارض. احنا مش عايزين نتكلم بقى كفايه كلام. انا الحقيقه يعني حلمي لحزب المصريين الاحرار وبقيه الاحزاب التي ولدت بعد الثوره ان نعمل السياسه هي معاش الناس، لابد ان احنا نوصل للناس. وانا حلمي ان انا بعد 5 سنين من النهارده اقدر ابقى قوي على الارض، واقدر ان انا يعني يكون عندي 100 نائب او 120 نائب او 150 نائب في البرلمان، ساعتها هبقى قوي. هي دي السياسه. لكن برضو انتوا في اعتقد في الجوله الاولى من الانتخابات برضو لم تحددوا اعتقد موقفكم بدعم مرشح ما او بدعم احد من المرشحين، هل ده هيبقى نفس الموقف في جوله الاعاده يا استاذ احمد؟ عشان اكون صادق معاكي، في اجتماع بكره للهيئه العليا الساعه 5 بعد الظهر لحزب المصريين الاحرار علشان ناخد قرار الاعاده، لان احنا فعلا اتخذنا قرار بعدم دعم مرشح ما اثناء الانتخابات، وقلنا ان احنا هنأجلها للاعاده. فاما بكره المجلس، يعني احنا بنشتغل بالديمقراطيه، فاما ان الهيئه العليا هتقرر انها تتجه اتجاه معين. انما انا استبعد ان احنا نخش في مفاوضات، ان انا اخش الواحد اقول له انا حسندك بس تعمل لي بس هتديني ايه بالظبط. انا يعني استبعد هذا، واطلب من بقيه القوى السياسيه اللي كلهم اصدقاء عزاز عليا يعني ان احنا نبعد عن قصه المساومات والصفقات والكلام ده، لانها لن تؤدي الى شيء، ومش هنقدر نحصل على اي حاجه بيها. واللي عايز حاجه ياخدها بايده، ومفيش ضمانات يا فندم. سيادتك كنت بتتكلمي من شويه عن الضمانات للمراه، المراه هتاخد حقها بيتها، الثوره هتاخد حقها بيتها، انما ما حدش هيديني ضمانات ابدا. وهننزل لمستوى السذاجه السياسيه لو تصورنا النهارده ان واحد هيجي يديني ضمان وانا بشتري غساله رئيس جمهوريه. وبعد كده الضمان اوبس، الضمان راح،
او ضاع او اتحرق. اشكرك استاذ احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار. الحزب قرر او يعني استاذ احمد يعني لم يحضر هذا الاجتماع، دعي اليه ولكن لم يحضره، وايضا لم يرسل ممثلا له، اذا الحزب لم يحضر هذا الاجتماع. وغدا حزب المصريين الاحرار سيعلن موقفه من الانتخابات الاعاده. استاذ احمد ضد فكره الضمانات، شايف ان احنا فعلا احنا بنرشح رئيس، ما بنشتريش غساله، والضمانات ممكن حد يضمن لنا النهارده وبكره ما نلاقيهوش. ونشوف طيب الان مؤتمر الصحفي اعتقد يجري الان ل او انتهى للاستاذ حمدين صباحي، ونسمع من مراسلنا الزميل محمد سلامه. يا محمد، خلص المؤتمر ولا لا؟ خلص يا استاذه لميس المؤتمر من حوالي 10 دقائق او ربع ساعه. ماذا قال حمدين صباحي؟ في الحقيقه هو كان في محاوله منه لتهدئه انصاره واخبارهم بان هناك ما زال هناك فرصه في طعون مقدمه، في اشياء كثيره ممكن ان تقلب الموازين، واخبرهم ايضا انه لم ولن يستخدم اصوات مؤيديه في دعم اي من المرشحين، وانه سوف يستمر في دعم الثوره والفقراء لحين وصول الثوره الى الرئاسه. طيب هل تحدث، خلينا نتكلم الاول على ان لسه النتيجه لم تعلن بشكل دقيق، حمدين لديه في جعبته اشياء معينه، يعني مثلا هو مقدم طعن على ما اعتقد، تحدث عن هذا الطعن يا سلامه؟ هو كان بيتحدث عن ان هناك مستندات هامه وخطيره قدمها في الطعن المقدم منه للجنه الانتخابات، وانه متاكد من ان هذه المستندات سوف تقلب الموازين بالفعل وتجعله يدخل سباق الرئاسه مره اخرى ويصل للاعاده. طيب هل اتكلم على الفرق في الارقام بينه وبين شفيق ولا ما فتحش هذا الموضوع؟ لا، هو لم يذكر ده صراحه الاستاذ لميس، ولكنه كان بيتحدث بشكل عام، وكان بيطمئن انصاره من انه يعني اصواتهم لن يستخدمها بالفعل، سواء كان مقابل منصب نائب رئيس او ايا كان، وانه سوف يستمر في دعم الثوره حتى تصل الى منصب طيب الرئاسه. هل دلوقتي هل تحدث عن مثلا هو لم يذهب النهارده للاجتماع، وعندي خبر بيقول انه اعلن انه لن يقبل بمنصب نائب الرئيس، ماذا حدث حول ذلك في المؤتمر؟ هو ده ما كان يتحدث عنه استاذ لميس، ولكن بشكل عام، ولكنه لم يحدد شخصا بعينه او لم يحدد ارقام معينه، ولكنه زي ما قلت لحضرتك هو كان بيتحدث عن دعم الثوار حتى لكن غير قضيه دعم الثوار، هل اتكلم على انه قد يدعم ايا من المرشحين المتنافسين؟ لا، هو اكد على ده استاذ لميس انه لن يدعم ايا من المرشحين ولن يستخدم اصوات مؤيدي تجاه اي من المرشحين الاخرين حتى ولو بمنصب نائب الرئيس، لانه لن يقبل به الا بمنصب الرئاسه للثوره، وبالتالي فهو لن يقبل بمنصب نائب الرئيس. بالتاكيد يا استاذ لميس، ده اللي اكد عليه فعلا في المؤتمر. طيب بشكرك محمد سلامه من امام مقر حمله حمدين صباحي، حيث انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده حمدين. يعني خلوني اقول لكم تفاصيل، مثلا حمدين هدى الناس بجد انصار حمدين زعلانين جدا ومعاهم حق، لانه كان قاب قوسين او ادنى، وحمدين كان يمثل الطريق الثالث الحقيقه لناس كتير جدا، وطبعا كانت فرصه حمدين في الاعاده، اذا كانت هناك اعاده كانت هتبقى فرصه كبيرة له، لأن بالتأكيد هو يمثل الطريق الثالث. حمدين قال للناس مش عايز أشوف دمعة في عينين حد منكم، خليكم منشرحين واثقين في الشعب واثقين في أنفسكم واثقين في الله، أنا واحد منكم والشعب ومليش أتباع لكن شركاء. وطبعا الناس كانت يعني حواليه مكتظ المكان كان بأنصاره. بعد قليل إن شاء الله في الطريق إلينا هنكون معنا هذه الصور حول حملة حمدين صباحي. علمنا أن حمدين يفكر مع عدد من أنصاره بتأسيس حزب جديد، ربما يكون هذا هو الطريق السليم الحقيقة، تأسيس حزب جديد يعني يشارك بقى في بناء الوطن بشكل أكثر مؤسسيا. طبعا حمدين مؤسس حزب الكرامة لكنه تخلى عن رئاسة الحزب في شكل واضح لتداول السلطة، لكنه الآن يفكر في تأسيس حزب جديد. هل يعود للكرامة ولا يعمل على تأسيس حزب جديد؟ اللي هنشوفه خلال أيام، ونحاول نتصل طبعا بالمرشح السابق، أو خلينا نقول المرشح حتى هذه اللحظة،
مرشح رئاسي حمدين صباحي حتى تعلن نتائج الانتخابات بشكل دقيق. وزي ما قلت لكم حمدين مقدم طعون، وهناك طعون أخرى من الدكتور أبو الفتوح وعمرو موسى أيضا. نخرج فاصل، والفريق شفيق أيضا. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتابع هذه الأخبار ونشوف أخبار هذه الطعون.